بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك، وعلى النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله. وقبل أن نبدأ نجيب على بعض الأسئلة التي جاءتنا مكتوبة في الأمس. أخ يسأل يقول: قد ذكرت بأن على من يعلم القرآن أن يتعلم العلوم المتعلقة بالقرآن من نحو وصرف وبلاغة وتجويد وتفسير و و و، فكيف يفعل من حفظ القرآن وانشغل بعلوم أخرى كالهندسة والطب ولم يتعلم باقي العلوم الشرعية، فهل يجاز له أن يعلم القرآن أم لا؟ الأمور العلوم التي ذكرتها بالأمس إخواني الكرام بها يكمل حال معلم القرآن، بها يكمل حال معلم القرآن. لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا وحاولوا أن تجيبوا معي: من هو العالم؟ متى يقال فلان عالم؟ يعني ما هي المقياس نقول والله فلان عالم؟ شو حبيبي؟ لا، ما نقول قرآن عالم، فلان عالم. العلم كلمة واسعة، العلم كلمة واسعة. حقيقة هذا السؤال صعب الجواب عليه، لا تتصوروا أنه سهل، لكن أنا أعطيكم قاعدة لعلكم تستفيدون منها: من تعلم مسألة فهو بها عالم، من تعلم مسألة فهو بها عالم. يعني تعلمت يا أخي أن قطب جد حروف القلقلة وأتقنتها نظريا وأتقنتها عمليا، علم. فإن سئلت عن حروف الهمس قل ما بعرف. عرفتوا؟ من شان أخونا اللي عم يسأل أنه هل يصح لي أن أعلم، أنا حفظت القرآن واشتغلت بالهندسة أو بالطب أو بغيرها ولم أتعلم العلوم التي تتعلق بالقرآن التي ذكرت بالأمس أنها معلم القرآن يكمل حاله إن كان متقنا لها. أقول: إن علمت مسألة فعلمها وأنت عالم بهذه المسألة، ولا يضرك أنك جاهل بغيرها، بل يضرك أن تتكلم بغير علم. انتبهت كيف؟ قال أحد العلماء: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. انتبهت كيف؟ إنسان إذا سئل عن شيء لا يعرفه بملء الفم شو بيقول يا ابني؟ لا أدري، ولا ينقص هذا من قدره. انتبهت كيف؟ يعني هذا العبد الذي أمامكم، أنا معي 2 دكتورة، خلي حدا يحطني وزير اقتصاد ولكم علي أن أخرب البلد. وعد. ليه؟ ما درست اقتصاد، ما درست اقتصاد. أنا معي 2 دكتوراه باللغة العربية وبالقراءات القرآنية في هذا المجال، تسألونني وأجيبكم، هذه علوم صرفت فيها جل عمري. لكن تجي تسألني بالاقتصاد، تجي تسألني بالفلك، تجي تسألني بعلم الأعضاء، تجي تسألني بالعلم الأجنة، شو هذه العلوم؟ أنا أعرف منها شذرات، يعني أنا نلت فيها ما يسمى بالثقافة العامة. انتبهتوا كيف؟
في الثقافة العامة لا تخولني أن أتكلم فيما لم أتخصص به. علينا دائما أن نحترم الاختصاص. وعودوا أنفسكم يا شباب، وخاصة أنتم كلكم إخواني وأبنائي، لا تسألوا أحدا عن علم غير اختصاصه. عرفتوا؟ يعني واحد عرف بالفقه لا تسألوا عن الحديث، إحراج له إحراج لكم. واحد متخصص بالحديث لا تسألوا عن الفقه، اسألوا الفقهاء. بتكون تسألوا عن حديث اسألوا المحدثين، بتكون تسألوا عن قراءة قرآنية اسألوا القراء. كل علم يسأل عنه أهله، هذه القاعدة وضعها الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام المدينة. شو قال؟ كل علم يسأل عنه أهله. فإذا يا أخي الكريم، لو درست الطب أو الهندسة لا يضرك أن تعلم ما تعلم، ولكن إياك أن تتكلم فيما لا تعلم أو فيما علمك به قليل وعهدك به بعيد. يعني مثلا أنا بتذكر درسنا الفرائض من إمتى؟ من 35 سنة، لكن بعدت أنا عن علم الفرائض، درسناه وأتقناه بكل معنى الكلمة، لكن بعدنا عنه واشتغلنا بعلوم أخرى. الآن لا أستطيع أن أتكلم بالفرائض إلا أن أعود فأراجع معلوماتي، وهذا يحتاج وقت. فالأولى من عنده مسألة تتعلق بالفرائض أن يسأل الفرضيين الموجودين الذين ليلهم ونهارهم في هذه المسائل، حتى صار ذهنهم كأنه كمبيوتر في هذه المسألة. أخ آخر كريم يسأل عن معنى الأحرف السبعة. الأحرف السبعة تعرضت لها بالأمس ولم أطل الحديث عنها. نعم، أصل هذا الحديث ذكرته بالأمس، أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة، بمعنى سل ربك التخفيف. فذهب ثم عاد فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فاستزاده فما زال يزيده إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. والحديث المشهور الآخر حديث سيدنا عمر بن الخطاب يقول سمعت في المسجد هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. مين عم يصلي؟ هشام. فكدت أساوره في الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه عنده غيرة على الدين، فتصبرت له. شوفوا كلمة تصبرت، مو انتظرت لحتى انتهى من الصلاة، لا تصبرت، يعني نفسه تريد أن تهجم عليه وهو يمسكها. فلما قضى صلاته قلت من أقرأك هذه القراءة؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأني إياها. فقلت البعيد كذبت، فلببته بثيابه ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استقرئ هذا، استقرئ يعني اطلب منه أن يقرأ. فقال أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل اقرأ يا عمر. قال عمر رضي الله عنه فقرأت القراءة التي علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فكلها شاف كاف. وفي مجلس آخر قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. الشاهد هذا الحديث بلغ تقريبا درجة التواتر اللي هو إيش؟ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف بألفاظ مختلفة يفيد مجموعها التواتر المعنوي. لكن بالمقابل ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا الحديث، ولا بلغنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوه عنها. لكن المفهوم من الحديث أن هذا الحديث سيق في مجال التخفيف عن الأمة والتهوين عليها بسبب أنهم قبائل متعددة كما ذكرنا بالأمس وقبل الأمس، فيصعب على يعني مثلا تعالوا للوقت المعاصر الآن، هل نستطيع أن نلزم الناس باللهجة الكويتية مثلا؟
يصعب جدا، أو باللهجة الحجازية أو بلهجة العراق أو بلهجة عمان أو بلهجة القاهرة، هذا أمر فيه من العسر الشيء الكثير، مع أنهم كلهم عرب. لذلك كما قلت لكم بالأمس وقبله، سمح بالحروف التي لا تؤثر على المعنى كما تكلمت بالأمس، مثل ضربنا مثال كلمة يؤمنون ويؤمنون، ما تؤثر بالمعنى، لكن إبدال القاف جيم وإبدال الجيم ياء والكلام هذا كما ذكرنا بالأمس أمثلة عديدة لا نريد أن نعيدها، هذا ممنوع لأنه قد يغير المعنى. إذن هذا الحديث سيق في سياق التخفيف عن الأمة، وقلت لكم بالأمس اختلف فيه العلماء على أكثر من 40 قولا. المشهور عند العلماء أن المراد من هذا الحديث والله أعلم لهجات عربية بدون تعيين، وهل المراد 7 بالعدد أم 7 للتكثير؟ أيضا هذا موضوع خلافي، لأن العرب تقول 77 و700 ويريدون التكثير، انتبهتوا؟ يعني نحن بالعامي نقول يا أخي 100 مرة أنا قلت لك لا تعمل كذا، هل المقصود عدد 100 أم المقصود مرات كثيرة؟ المقصود مرات كثيرة. فبعضهم العرب قالوا في زمن النبوة كانوا يستعملون عدد 77 و700 لمطلق التكثير، فهل المراد بسبعة أحرف 7 بذاتها أم التكثير؟ أيضا هذا موضوع خلاف. خلاصة الكلام، هذا الحديث وارد ومعروف، ولكن المراد منه غامض، وكل القراءات القرآنية التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندرجة تحت الأحرف 7، يعني مظلة الأحرف 7 تحتوي كل إيش القراءات القرآنية. واضح يا أخواني؟ نعود إلى أبيات الإمام الطيبي، وكان قد تكلم رحمه الله عن حروف الهجاء وأنها 29، وبدأ بالحرف الأول فبين بأن الحرف الأول من حروف الهجاء هو الهمزة، ولكن يقال لها ألف مجازا. قال رحمه الله كما نرى على الشاشة: أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا، إذ قد صورت بها بإيش يعني؟ بالألف في الابتداء حتما، وهي في سواه سوى الابتداء بالواو ويا وألف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علم. التخفيف اللي هو الإبدال كما ذكرنا بالأمس، بئر يبدلونها فتصير إيش؟ بير. فكتبوا الهمزة بدل ما يكتبوا همزة شو كتبوا؟ يا. يؤمنون يخففون الهمزة فيقلبونها إيه؟ واو. فكتبوا يؤمنون. التأريخ يقلبون الهمزة ألفا فيقولون تاريخ، فكتبوها على شكل ألف. ثم بينا هذه الأمثلة التي ترونها أمامكم على الشاشة، أن الهمزة في أول الكلام كانت تكتب ألفا، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وفي وسط الكلمة لها 4 حالات: إما ألف وإما واو وإما على ياء وإما لا تكتب، وهي التي نكتبها نحن على السطر. كذلك الأمر بالنسبة للهمزة المتطرفة، قد تكون ألفا أو واوا أو ياء أو لا تكتب. وأول من اخترع صورة للهمزة الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، إمام يعني قل مثاله رحمه الله، وهو شيخ سيبويه. شيخ سيبويه من الخليل رحمه الله، فوجد الحاجة إلى أن يكون للهمزة صورة في الخط، فقال آ وجد بأن حرف العين شبه قريب من الهمزة، فكتب عينا وقطع رأسها وأخذ الجزء العلوي من حرف العين واستعمله رمزا للهمزة. انظروا إلى حرف العين، هذه هي الهمزة، والذي اخترع صورتها مين؟ الإمام. جاء في منظومة مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن للخراز الشريشي، وهو من علماء 100 الثامنة
توفي سنة 1817 هجرية، وخصت العين يعني خصت العين لتكون يكون رأسها رمزا للهمزة، وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. هنا ننبه على شيء، أحيانا فوق حرف الكاف نجد شيء يشبه الهمزة، ما هي؟ حرف الكاف ما بتشوفه؟ هذه ليست همزة، هذه بسموها العلماء كان في الماضي بسموها الكاف الزنادية. انظروا إلى في صورة مثل مخطوطة على اللوحة، وفي همزة وفي كاف وعليهما دائرتين حمراوين، شفتوا الدائرتين الحمراوين؟ الدائرة الأولى داخلها همزة، والدائرة الثانية داخلها ما يسمى بالكاف الزنادية التي تشبه زند الإنسان، تشبه زند الإنسان. شايفين الفرق بينهم؟ لكن مع مرور الأيام بدأ الكتاب يتساهلون في شكل الكاف الزنادية فتحولت إلى ما يشبه الهمزة، لا نقول إلى همزة بل إلى ما يشبه الهمزة. انظروا إلى ما كتب بالأحمر، الهمزة شكلها رأس العين، بينما الكاف الزنادية هكذا شكلها. نعم، إذا قلنا بالأمس إن نصر بن عاصم نقط الحروف المتشابهة، انظروا كيف كانت الباء والتاء والثاء، نقط الباء بنقطة من تحت والتاء بنقطتين والإي والثاء بثلاث، الجيم والحاء والخاء نقط مين؟ الجيم في وسطها، وأبقى الحاء من غير نقط ونقط الخاء بنقطة فوقها. الدال والذال شو عمل؟ نقط الذال وترك الدال لأنه خلاص تم التمييز بينهما. الراء والزاي نقط مين؟ الزاي. السين والشين هكذا كانتا، شايفين؟ السين كم سن لها؟ ثلاثة أسنان، فوضع فوق كل سن نقطة هكذا، شايفين؟ ثم مع مرور الأيام الخطاطين تفننوا في هذه النقاط فجعلوها على شكل مثلث. انظروا هذه لوحة من مخطوط قديم، انظروا إلى الكتابة بداخل الإطار الأحمر، كيف هذا حرف الشين بكلمة بشر، بشر، انظروا كيف لها ثلاثة أسنان وكل سن فوقه إيه؟ نقطة. تبهنا كيف؟ هذه مخطوطة قديمة جدا. شايفين التنوين كيف كان؟ كان عبارة عن نقطتين حمراوين، شايفين النقطتين التي أمام الراء؟ هاتان النقطتان الحمراوان، الأولى منهما علامة الضمة والثانية علامة التنوين، بشرون. هذه الشين عن قرب، هكذا صار شكلها فيما بعد. في عندنا حروف الإطباق الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، كانت كما نرى على اللوحة كانت حروف الإطباق الأربعة تكتب متماثلة في الخط إذا اتصلت بما بعدها، وكان التفريق بينها بالسليقة وحسب السياق، لكن مهما كان السليقة ومهما كان السياق ممكن الإنسان يقع بإيه؟ بخطأ. فشو عمل نصر؟ طول السن في الطاء والظاء، كانوا الأربعة، شوفوا كيف الأربعة كانوا هكذا سن قصيرة، شو عمل بالسن تبع الطاء والظاء؟ طولوا، صار بيسموها المشالة. بعدين شو عمل؟ نقط الظاء ونقط الضاد، شايفين؟ بهذه الطريقة فرق بين الأربعة، فصار للصاد صورة وللضاد صورة وللطاء صورة وكذلك لمن؟ للظاء صورة، هكذا في نهاية الأمر. الفاء والقاف نقطوا الفاء بنقطة والقاف بنقطتين، لكن هناك ضبط قديم ذكرته لكم بالأمس، كانوا يضعون فوق تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة هكذا، هذا ضبط كوفي قديم عمل به المغاربة وما زالوا يعملون به إلى عصرنا هذا. انظروا هذه الصورة المخطوطة بالخط المغربي، انظروا فهم أو أيش هذه؟ فهم يعمهون، عليها دائرة حمراء، هل رأيتم الدائرة الحمراء؟ واضحة؟ فهم النقطة فين؟ تحت، شايفين كيف؟ هذه قربنا لكم إياها. وإنك لتلقى القرآن،
تلقى القرآن. انظروا إليها في الدائرة، شو عليها؟ نقطة واحدة من فوق. الغشيم شو بيقرأها؟ لتلف الفرآن، معي؟ انظروا إلى لتلقى القرآن كيف لها نقطة واحدة من فوق على الضبط الموجود. الكاف الزنادي هذه كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام. هل الآن التفريق بين الكاف واللام؟ يعني ما الذي جعل العلماء يضعون هذا الشكل فوق الكاف؟ كانت الكاف تكتب بشكل متميز. انظروا إلى اللوحات العليا التي عليها إطار أحمر، شايفين الكاف كيف كان شكلها؟ ما كانت تلتبس باللام، لكن مع مرور الزمان تفنن الخطاطون فيها فجعلوها تشبه إيه؟ اللام. فلما شابهت اللام صار هناك حاجة إلى التفريق بينهما، فوضعوا فوق الكاف فوق الكاف ما يشبه الكاف الزنادي هذا حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. هذه الكاف شايفين كيف عم تتغير، صارت هكذا في بداية الكلام ومتطرفة يكتبونها هكذا، فلما صارت هكذا شابهت مين؟ اللام. شايفين شلون شابهت اللام؟ ففرق بينهما بإيش؟ بوضع هذه الإشارة فوق الكاف. حتى هذه الإشارة أصابها تعديلات، شوفوا التعديلات، أي تعديل، ثم صارت هكذا. فهذه ليست همزة التي ترونها فوق الكاف. نعود إلى حروف الهجاء. الميم هل تشتبه بحرف آخر؟ إذن لا داعي لنقطها، فلم ينقطها الإمام نصر بن عاصم. النون تشتبه بالباء والتاء والساء عندما تكون في وسط الكلمة، لأنها تكون عبارة عن سن، فاحتاجت إلى النقط فنقطها بإيه؟ بنقطة واحدة من فوق. الهاء هل تشتبه بحرف آخر؟ إذن أبقاها من غير نقط. الحروف الأخيرة هي حروف العلة، الواو والألف والياء، الواو والألف والياء، لكن الألف يسمونها لام ألف، وسيأتي معنا بعد قليل لماذا سميت لام ألف. هي الألف، نعم. قال رحمه الله: والألف، شو تعرف الألف؟ المد الذي ينشأ من إشباع فتحتين، هذه هي الألف. إذا عندك حرف مفتوح طول صوت الفتحة يتحول هذا الصوت إلى إيه؟ إلى ألف. قل ورائي: ق ق ق، شفتوا الفرق؟ ما ما ما، هذه ميم مفتوحة، لما قلنا ما وطولنا الصوت تحولت الفتحة إلى إيه؟ إلى ألف. إذن الألف ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع فتحة. شو يعني إشباع؟ تطويل. كمثال يعني من صافى أمن، من صافى الناس يعني عملهم بالصفاء وسلام النية، سلامة النية وصفاء الصدر، أمن يعني عاش آمنا وعاش مستريحا. من صافى أمن أتى بمثال على الألف، طبعا هذا المثال من غير القرآن. قال رحمه الله: فلفظها مفردة ممتنع. لو واحد قال لك انطق لي ألف، ما تنطق الألف لوحدها. ليه؟ لأنها ساكنة وقد يجب أن يكون مفتوح. فلفظها مفردة ممتنع. ثم قال: ولم تكن في الابتداء تقع. ولم تكن في الابتداء، ما في كلمة أولها ألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، هي مفتقرة دائما إلى حرف مفتوح قبلها. الله يقول لك جيبوا لنا عصير، واحد منكم يقول لك جيبوا لنا عصير. طيب ليش لم تكن في الابتداء تقع؟ قال: إذ تلزم السكون. تلزم السكون، شو كمان؟ والفتح لما تليه، دائما بده يكون قبلها مفتوح وهي تلي الفتح. ثم قال رحمه الله: فاحتاجت لحرف قدم. الألف دائما مفتقرة لحرف يتقدم عليها، فاختيرت اللام، فاختيرت اللام
وقالوا لام الف، فاختيرت اللام وقالوا لام الف. يعني لو واحد قال لك انطق لي الف، شو بدك تقول له؟ ثاء ولا شاء ولا فاء ولا داء؟ كل هذه صحيحه، لكن يريدون حرفا له مزيه على بقيه الحروف، اختاروا اللام. لماذا اختاروا اللام؟ سياتي معنا. فاختيرت اللام وقالوا لا ملف. ثم قال رحمه الله: أي لفظها بهذه اللام عرف. شو السبب؟ ذكر السبب في هذه الأبيات: إذ قد توصلوا للام سكنت، أي لام أل، بألف تحركت أي همزة. رح نشرح الكلام. في عندنا في اللغة العربية يا أخواننا لام التعريف، كلكم يعرف لام التعريف، ما هيك؟ المسجد، الكتاب. هل لام هذه متحركة ولا ساكنة؟ ساكنة. يبتحرك حبيبي، ساكنة. والعرب لا تبدأ بساكن، فلأنها ساكنة يجلبون لها همزة قبلها اسمها همزة شو؟ همزة الوصل. ما درسنا هذا في المدارس ولا لا؟ نعم. طيب، همزة الوصل قلنا منذ قليل لم يكن للهمزة صورة. العرب كانت إذا الهمزة في أول الكلام شو يكتبوها؟ ألف. إذن لام التعريف احتاجت في يوم من الأيام إلى حرف يتقدم عليها فأتي بهمزة الوصل على شكل شو؟ على شكل ألف. يعني الألف في يوم من الأيام خدمت مين؟ اللام. الآن الألف محتاجة إلى حدا يخدمها، مين أولى يرد لها الجميل؟ اللام. عرفتوا ليش اختاروا اللام؟ فاختيرت إذ قد توصلوا للام سكنت، أي لام أل، بألف تحركت. شو هي الألف المتحركة؟ وهل تحرك الألف؟ قال أي همزة. فعكسوا ذا في الألف. فعكسوا ذا في الألف. الآن قدموا اللام على الألف، مع أن لا حرف له معنى ألف. لا عند العرب لها معنى، إما أن تكون ناهية وإما أن تكون نافية، ما هي؟ لا تفعل كذا، هذا إيش؟ نهي. لا يكذب المؤمن، هذا إيش؟ نفي. واضح يا أخواننا؟ مع أن لا حرف له معنى ألف. شو يعني ألف؟ مألوف، معروف. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. طب هنا إذا واحد قال لك انطق لي ألف، شو بتقول له؟ لا. يقول لك ليش لا يا أخي؟ انطق لي ألف الله يرضى عليك. تقول له لا يا أخي، ليش لا؟ أنت نطقت له ألف، هو ظنك بأنك لا تريد أن تنطق ألفا. هذا البيت لطيف جدا. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. إذن ما نراه في آخر حروف الهجاء واو لام ألف ياء، شو المقصود باللام ألف؟ الألف. انتبهنا كيف؟ هذه لام التعريف التي كانت ساكنة فأتي بإيه؟ بهمزة الوصل كما نرى فخدمتها. الآن بده ينعكس الأمر، انظروا إلى اللوحة. الآن الألف بحاجة إلى من يخدمها فخدمتها مين؟ اللام، فصارت هكذا.